عيد سعيد، وهاشتاج المجد لكل من يعمل في العيد. تقبل الله طاعاتكم جميعا. كثيرون بسبب مسؤوليات العمل لا يتسنى لهم الاستمتاع بالعيد والعطلات مع أهلهم وأحبائهم، لذا وجبت لهم تحية خاصة جدا من القلب. حقيقة أن شهر رمضان بكل ما كان فيه من زخم ونشاط على السوشيال ميديا لا يقارن بليلة أمس، ليلة العيد. وحتى ساعات الصباح الأولى تقريبا العالم الإسلامي أمضاها بين صفحات السوشيال ميديا من معايدات وتهاني وتكبيرات العيد وكعك العيد والإفطار الشهي. هنيئا مريئا للجميع. لنرى ماذا تحمل لنا السوشيال ميديا في أول أيام عيد الفطر السعيد. بمناسبة أيضا هاشتاج المجد لمن يعمل في العيد، وبما أن العمل عبادة وفي العبادة سعادة، قررنا أن نهدي سؤال اليوم لكل من يجتهد ويباشر عمله في العيد، ونقول لكم أنتم أبطال. سؤالنا اليوم يقول: ما هو أكثر شيء يسعدك في عملك؟ شاركونا آراءكم عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة أو عبر رسائل صوتية أو فيديو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. تابعونا أيضا على قناة الغد باليوتيوب وتواصلوا معنا على هاشتاج شير الغد. طبعا في الوطن العربي كان أول أيام عيد الفطر المبارك في معظم الدول العربية هو المسيطر على تويتر، ومن التوب ترندز نجد أن في الإمارات العربية المتحدة تصدر هاشتاج رئيس الدولة يستقبل الحكام، بعد أن استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات للتهنئة بعيد الفطر المبارك. أما في مصر فتصدر هاشتاج صلاة العيد على تايم لاين منذ الصباح الباكر لنشر التهاني والمعايدات. وفي الأردن أحيا الشباب العادات والتقاليد على هاشتاج شو عاداتكم بالعيد. وأخيرا ومن الجزائر كان الأمر مختلف، فأطلق مغردوها هاشتاج الرياضة لطرح بعض النصائح الطبية والغذائية لممارسة الرياضة بعد شهر رمضان. يا أخي تشعر وكأن تويتر برغم كل خسائره إلا أن فيه شيئا ملكيا خاصا، فهو المنصة التي اختارها ملوك ورؤساء العالم لتقديم التهاني للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر. إليكم بعض التغريدات. نبدأ مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي غرد قائلا: أهنئكم بعيد الفطر السعيد، وأدعو الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزتها ووحدتها وتكاتف أبنائها، وكل عام وأنتم بخير. كذلك هنأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي رئيس دولة الإمارات ونائبه وحكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة عيد الفطر السعيد. أيضا العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين غرد: تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، كل عام وأنتم بخير، جعله الله فطرا سعيدا مباركا على وطننا وأهله. لكن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري لم يكتفي بتغريدة، وإنما صور فيديو يهنئ فيه المغتربين اللبنانيين ونشره على حسابه الرسمي على تويتر. لنستمع. كل عام وانتم بخير بالاضطراب وكل الاحتلال. احنا في شهر رمضان الكريم انجزنا الحمد لله انه الانتخاب، واتفقنا كمان ايضا تفعيل العمل الحكومي لكم لترجعوا على لبنان ولحتى اللبنانيين يعيشوا بكرامه في بلدهم. صراحة لا يمر يوم دون أن يبهرنا هذا الرجل رئيس وزراء كندا. جاستن ترودو استعرض إنجازات حكومته في المساعدة في إفطار الصائمين بشهر رمضان، ونشر تغريدة قال فيها: الروح الجماعية التي شعرنا بها أثناء العمل على بنك الطعام في مونتريال وتورونتو يذكرنا جميعا أنه بغض النظر عن معتقداتنا فنحن يد واحدة،
وهنأ المسلمين بعيد الفطر. I want to wish everyone a joyous Eid al-Fitr, Eid Mubarak, and all the best. أنا لا أستطيع أن أتوقف عن الإعجاب برئيس وزراء كندا. ماذا عنكم أنتم؟ لا أدري. عموماً سيل التهاني والمعايدات أغرق السوشيال ميديا، إلا أن الفنان العراقي كاظم الساهر كان له معايدة مختلفة، فبعث برسالة مؤثرة إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة العيد. جمهور العزيز، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. من سنوات طويلة وأمنياتنا أن نرى وطننا العربي عائلة واحدة تجمعهم المحبة والسلام. الأطفال تأخذ حقها بالحياة، يعيشون طفولتهم تحت سقف آمن، رعاية، اهتمام، دراسة. يا رب تحمي وطننا العربي من المحيط إلى الخليج. كلنا نحب العراق، سوريا، مصر، السودان، فلسطين، قطر، السعودية، الإمارات، بحرين، كويت، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، عمان، الأردن، لبنان. يا رب تنحل مشاكلنا في العراق وسوريا وليبيا واليمن وخليجنا العربي، واضعين آماننا بأيدي كبارنا وزعمائنا في وطننا. وهذه المشاكل والمحن كما تعلمون إن لم نسارع بحلها ستدفع ثمنها العوائل البريئة من أطفال ونساء وشيوخ، فضلا عن الشباب الذين تسفك دماءهم كل يوم للأسف. إن شاء الله وطننا العربي يكون عائلة واحدة. كل عام وأنتم بصحة وسلام وخير يا رب السلام. إن شاء الله وطننا العربي يكون عائلة واحدة فعلا يا كاظم. طبعا بعدما ودعنا رمضان وانفض السباق الدرامي الأهم في الوطن العربي، جاء الآن وقت التقييم والحساب. الموقع المصري إكس تيم نشر إحصائية لأكثر الأعمال الدرامية مشاهدة على يوتيوب خلال الشهر الكريم. ضمت القائمة 22 عملا دراميا. في التقرير التالي نقدم لكم أول 7 أعمال درامية مشاهدة على يوتيوب، فهل من بينها مسلسلك المفضل؟ شاهد واخبرني. رمضان شهر الخير، والمؤسسات الخيرية والجمعيات تستغل هذا الأمر للإعلان على شاشات التلفاز لجمع التبرعات وتوصيل الدعم للمحتاج. بعد انتهاء شهر رمضان، هل فعلا المساعدات تصل كاملة للمحتاج؟ نعم أم لا؟ الفنان السعودي فايز الملكي يكشف حقيقة التبرعات في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، فقال: أنا 50% من قيمة التبرعات تصل إلى شركات الاتصالات، 25% تذهب إلى القناة المعلنة، 15% تذهب إلى العاملين بالحملات، وفقط 10% تذهب إلى المحتاج، بمعنى أن المحتاج لا يصله إلا القليل، والكلام على عهدة المغرد، وهنا هو الفنان فايز المالكي. فما رأيكم أنتم؟ ماذا شاهد العالم اليوم؟ كثير منا يقول أن العيد لا يستمتع به سوى الأطفال، ملابس جديدة، نزهات، معايدات من الأهل والأصدقاء، وطبعا رقم 1 هي العيدية ثم العيدية ثم العيدية.
المعنى الحقيقي لفرحة الطفل بعيديته نشاهده في الفيديو التالي. هل ترى نفسك في هذا الطفل؟ فسوف عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. يعني بس لو أعرف كم كانت العيدية يعني كان مطمن جدا وهي معه. عموما فرحة الأطفال بالعيدية لا توصف، وفرحة انضمام مهاجم المنتخب المصري محمد صلاح لنادي ليفربول الإنجليزي انعكست على كل عشاق كرة القدم في مصر وحتى غير عشاق كرة القدم وأنا منهم. وتداولوا فيديو استعدادات صلاح لإجراء الاختبارات الطبية بنادي ليفربول. كل التوفيق لمحمد صلاح. محمد صلاح مهارات كبيرة وسرعة فذة. ولو كنت من محبي السرعة فمن الطبيعي أن تشاهد سباق سيارات أو سباق دراجات أو حتى سباق الخيل، لكن هل رأيت طائرة حربية تتسابق مع سيارة؟ إليكم أغرب سباقات السيارات. جرعة من الإثارة والأدرينالين لعلها تساعدنا في هضم حلويات العيد. إليكم أكثر سباقات رالي إثارة. أعطاكم جرعة من الإثارة، فماذا تفعل لو شاهدت سفينة حربية تقدم استعراض دريفتينج؟ الفيديو للسفينة الحربية أبراهام لينكولن هي أول خدمة لها بالبحرية الأمريكية كان عام 1989، وهي تخضع للاختبار بالمحيط الأطلنطي. في كل مكان لكل من يعمل في العيد
وكل من لديه إجازة من العمل في العيد. بعد الفاصل سنتعرف على إجاباتكم على سؤال اليوم. سؤالنا يقول: ما هو أكثر شيء يسعدك في عملك؟ وأيضا سنتعرف على جديد التكنولوجيا مع ضيفنا من الأردن علاء شخشير، خبير تكنولوجيا الخدمات الرقمية. انتظرونا في شير بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في شير. طبعا تذكرون فضيحة هواتف سامسونج جالكسي نوت 7 التي كانت تنفجر بطارياتها. هذا العام سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جالكسي نوت 8 مع مواصفات تحسن صورتها أمام المستخدمين. من خلال لقائنا المسجل مع ضيفنا من الأردن علاء شخشير، خبير تكنولوجيا الخدمات الرقمية، سيعرفنا أكثر على المواصفات والإمكانيات المتوقعة لهذا الهاتف. نتابع. مرحبا جميعا، كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم الصحة والسلامة. بدي احكي لكم سريعا عن اخر اخبار التكنولوجي اللي هلا موجودة عم بيحكوا عنها الناس خلال هاي الايام. اول شغلة بالنسبة للاشاعات تاعت السامسونج نوت 8، طبعا الاشاعات عم بتزيد، كلنا بنعرف كل ما يصير اللونش ديت او تاريخ الاصدار تبع الجهاز عم بيقرب، كل الاشاعات عم بتزيد اكثر تاعت ايش المواصفات تاعت الجهاز. بالنسبة للنوت 8، الشغلات المتوقعة منها اللي هي خلينا نحكي أهم الشغلات المتوقعة، حجم الشاشة راح يكون تقريبا 6.3 وهو already curved اللي هي infinity display تاعت سامسونج زي الشاشة اللي شفناها بال S8. الفرق بين حجم الشاشة تبعت ال S8 Plus والنوت إشي كتير قليل، فال S8 Plus already كانت حجم الشاشة 6.2. بالنسبة للشغلة الثانية اللي already موجودة طبعا كلنا بنكون عارفين أنها موجودة بالأجهزة النوت اللي هي الـ S Pen. هلا الـ S Pen اوريدي كتير متوقع يكون فيها فيتشرز كتير ادفانس، فيها كتير شغلات وتغييرات حديثة بالنسبة عن الإصدارات القديمة. هلأ إذا بدنا نحكي كمان عن شغلات التانية، بدنا نحكي عن الميموري تاعت الجهاز أو الرام، هو 6 جيجا بايت اللي هو أكتر ب 2 جيجا بايت من الـ S8 بالإصدارين تاعونه، بس راح يستخدم البروسيسور نفس الشيبسات اللي موجودة بالـ S8 اللي هي الكوالكوم سناب دراجون 835. بالنسبة للبطارية، كلنا بنعرف مشاكل البطارية صارت بالنوت 7، البطارية راح يكون حجمها شوي أقل، حتى أقل من الـ S8 Plus، راح تكون ب 3300 مقارنة بالـ S8 Plus كانت 3500. already هلا خلينا نحكي السنسر تبع البصمة راح يكون برضو بالأغلب زي الـ S8، راح يكون ورا جنب الكاميرا اللي هي واحدة من الشغلات اللي كتير ناس كانت عم تحكي عنها، بس هذا الاشي already حاطينه ورا هم عشان أغلب الشغل راح يكون على الـ Iris Scanner، عشان هيك الموقع البصمة مش كتير مهم. وعم نحكي عن كمان راح يكون فيه دول كاميرا بـ 12 ميجا بيكسل. هلأ السعر المتوقع للجهاز هو بحدود 999 يورو، فما راح يكون هالجهاز اللي سعره كتير كتير غالي comparing للأذر نوت devices. الشغلة الثانية اللي نحكيها عن الايفون 8 والAR features الموجودة فيه. هلا كلنا بنعرف انه ايفون وابل اوريدي بالمؤتمر المطورين تبعهم اعلنوا انه في شيء اسمه AR Kit. نوعا ما هذه الشغله شوي متاخره، عشان كلنا بنعرف مثلا زي مايكروسوفت صار في عندهم هولو لينز، جوجل صار عندهم الدي دريم في ار، فيسبوك اوريدي عم بيشتغلوا على الجوجل الاي ار جلاسز تاعتهم، فنوعا ما متاخره هذه الحركه من ابل، بس اتليست هم عملوا لونش للاي ار كيت. هلا الاشياء المتوقعه تكون موجوده بالايفون 8، اول شغله انه يكون في 3D سنسر، والشغلة الثانية انه يكون في دول كاميرا. طبعا دول كاميرا هذه الشغلة كتير بتحسن بال 3D والاوغمنتد رياليتي، والشغلة الثانية ال 3D سنسر اللي هي راح تكون نوعا ما زي الموجودة بالجوجل تانجو. هلأ سريعا بس بدي احكي لكم خبر لطيف كتير للناس اللي بتحب السبينرز وبتحب الشغلات الجديدة على جوجل. شغلة لطيفة عملتها جوجل لونش، اذا اي واحد منكم فتح على موبايل او على الديسكتوب وعمل سيرتش على سبينر راح يطلع له على الشاشة سبينر، وبيقدر يلف فيه ويتسلى فيه اذا كان السبينر تبعه مش موجود فيه. نشوفكم ان شاء الله قريبا ويعطيكم العافية، مع السلامة. وصلنا معكم لفقرة الدردشة وإجاباتكم على سؤال اليوم الذي يقول: ما هو أكثر شيء يسعدك في عملك؟ البداية مع فيسبوك وتعليق أحمد شامخ الذي قال: أنا أكثر ما يسعده هو عندما أخلص في عملي وأنجزه ويكون مثمر للجميع. إنها إجابة نموذجية.
أما خالد سلية فقال أن أكثر شيء مفرح أنك ما تلاقيش اسمك في كشف الخصومات. إجابة تستشرف المستقبل. أما إبراهيم سعيد فقال إن أكثر ما يسعده بالعمل هو أكثر حاجة يوم لما المرتب يزيد، وطبعاً ده اليوم اللي ما بيجيش أبداً، ما بيجيش خالص. إلى تويتر محمد البحار غرد على سؤالنا قائلاً أكثر شيء يسعدني في عملي هو التعاون، لأنه إذا تعاوننا مع بعضنا البعض فسوف تكون النتيجة إيجابية جداً ويتحقق النجاح، وهذا هو ما نسعى إليه. أما رعد فغرد قائلا أن لا يكون معي في عملي من هم من أعداء النجاح، هذا هو سر النجاح يا رعد، الله يبعدهم عنك وعن الجميع. عيد فطر سعيد عليكم جميعا. في نهاية حلقتنا نترككم مع جمال الطبيعة الذي يحبس الأنفاس. كان هذا ملخص سريع لصفحات السوشيال ميديا في أول أيام العيد. بإمكانكم متابعتنا من خلال صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة أو عبر تطبيق الواتساب، وأيضا تابعونا على قناة الغد باليوتيوب. تواصلوا معنا دائما على هاشتاج شير الغد. عيد سعيد للجميع، ونلقاكم في الغد على شاشة الغد. كل عام وأنتم بخير.